السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، صحة وعافية إن شاء الله يا رب على الجميع. طبعاً هسا قعدت من النوم ورجعت من بغداد، يعني صار لي تقريباً يومين ببغداد، يوم الثالث رجعت. يعني شوف يا شباب، الحمام ما تقدر تنتكل على واحد ابد، ما دام وحدك ما تقدر تنتكل على واحد. فصار عندنا خطأ، وانا مبلغ بلغت ابني، قلت له بابا دير بالك عليهن بالماي والاكل، وانا قبل لا اروح غسلت لهن الماي، وطيتهن اكله حلوه، ورتبتهن وجهزت وضعيتهن. فسبحان الله، طبعا كنت مدشر الفرخات. شوف هاي الفرخه بهيك حجم، هاي تدشر فوق على الشمس، تصعد وتصعد على المسرح، مو على المسرح، على المحطات انا مخليهن. اذا ندشرتهن، هاي دشرتها. شوف هذا العمر، هذا يدشر بي بعده صغير. هسه يلا زقن امهاته، يظل يباوع هناك فوق بعده بريش الحرام. هذا يدشر بصوره صحيحه على مود تأمن عليه. وهاي الحالة صارت عندي يا شباب، ياب سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا شباب سبحان الخالق، هساي الله بيتن أكل، هساي الله بيتن أكل. طيب رشو مرت من ورا الجوع، ذني البيبان. سبحان الله، الأمهات تحملن جوع. هساي الله بيتن أكل، أنا تحملن جوع. ما يدري بيه هناك حمام، هنا هاي الخانات، هاي هنا زوج عنده، هنا زوج، الوحيدة عنده هاي الفرخة طالعة. فسبحان الله ما تحمل الجوع. شوف الصار بحالها، قبر شمرت يا شباب، قبر شمرت. والله كانت فرخة أمل بيها كبير كلش، بنات الجولدن. هي أختها صحيح ماتت، بس أمل بيها كلش والله. سبحان الخالق، فدوة فدوة فدوة، الله عوضنا بيضتين. بابا يا حبيبي روح، يلا روح. سبحان الله سبحان الله والحمد لله. هسه هاي راح نحاول نعالجها بصورة صحيحة، هسه راح نحقنها أكل ونعالجها بصورة صحيحة، وبعد يم الله. شوف يا شباب، هذا الإهمال مو إهمال، وإنما معذور أنا، الرجال أبو عمل. شوف ذن تحملن، هاي تحمل، بس باقي الحمام ما قدر يتحمل، باقي الفرخات العفو ما قدرت تتحمل. بس سبحان الله، يعني مطلع ذن والله طبيت لهن لقيتن، يعني هم ابنك شو تريد تسوي له، يعني هم ابنك، هم عزيز قلبك. طبعا واحب انوه على شغله، اكو ولد من المنطقه، هو من متابعيني ومن محبين الي، ولد شاب مرتب، قال له هاشم ساعدك ومشيت له طيرين. قلت له نعم. فالولد انا اخذته من عنده، قلت له شو تريد بمكانهن؟ قال اريد زواجي. قلت له بخير وتدلل. هذا الفحل الورقي يا شباب، هذا الفحل الورقي، وهاي تكطيرة وين راحت؟ بس لا طلعت برا.
الطيرة طبعا هاي الطيرة يا شباب، الطيرة تارة عيون سود وبيها حجر رعيها. انا ما فرغت اخابره والله قسما بالله، بس ان شاء الله راح اخابر لكم اياه وما يكون خاطره الا طيب. يعني مو انتقاصا من الولد، مو انتقاصا من الولد، هو قال لي اردت اخابره وما الولد ما عنده تليفون ما عنده رصيد، فمن هالباب هذا قلت له عم لا اعطيني اياهن وانا اعطيك شو تريد بمكان الحمام انا اعطيك. ولد مرتب كلش مرتب، قال له هاك هاشم اخذ هنا وعطيني زوجة طواير زواجل. قلت له بخير وتدلل، فخابرت له البغداد وانا ببغداد هناك، خابرت له البغداد قلت لهم اريد زوج طواير اصلية يتدلل صاحبنا وما يكون خاطره الا طيب. فهي ان شاء الله راح نخابر راعيها، الولد اسمه قريت اسمه اكرم على الحجل، فراح اخابر راعيها وتوصل للباب البيت يا شباب. هاي هدية من عندي، وين هذا الورقي؟ هذا الورقي عيون سود، اللي يشوف راعية خلي يدخل خاص رقم الأثير بواتساب يا شباب موجود على قناتي. حتى يعني أقول لكم طيور غربة ما أقص هاي أبد ولا أقصن، شوفه كلش رخت حلو ومرتب وكسرة ورعشة. إن شاء الله يشوف راعية ويخلصنا من هاي الذمة. احنا نشتري الطير ونرجع الراعية ببلاش، هذا مبدأ يا شباب. عيب ناخذ، عيب ناخذ التفاليس الربع والخمسمية والعشرة والخمسة آلاف، عيب ونساوم بش اسمه جماعة يساوموني يا غاتي جيب خمسين وتعلق طيرتك. ليش؟ قلت له مو هذا حلالي وهاي تعبان علي اني هواي خمسين. قلت له بحق هذا الطير؟ قال لي مو هذا طير اصلح بي، هذا طير اصلح، هذا تيتي يسمي لي. فقلت له يا معود، قلت له براحتك حبيبي اذا بخمسين اخذ لك فدوتك. قال ايش قلت تطيني؟ مو انا طوني بي خمسين وما اعطيته. قلت راعيه او ليه؟ قلت له اذا راعيه تعرف بي او ليه؟ ما تقدر تفرض علي سعر يا عبد الحلال، لا تفرض سعر على صاحب الطيره. شوف الشطيك انعم الله، يعطيك ربع دينار انعم الله، يعطيك 10,000 انعم الله، يعطيك 5,000 انعم الله. ف يعني انت سأل من خابرتني مثلا، المن خابرتني مثلا، تريد تحرق قلبي؟ شنو قلب؟ 400 طير عندي. قلت له خير الله عندي، خير الله عندي، شو السوالف؟ قلت له قلت له هي انت بعد انت واللي مضيع الطير. ايش يطي؟ قول انعم الله بوسيدك وحطها على قصتك، ما يطيك هم من عم الله وانت المتفضل. فلا حد يفرض على راعي الطير يا شباب. هاي طيور هسان اعتبرت اشتريتن وراح اخابر راعيهن وارجعهن. زين هسان شنو مثلا؟ شنو اني شنو بالفكره؟ شنو بالفكرة؟ لا بيها لا عليها، ها ولد الطاني ياهين وقال لها شو مخذ من ذني؟ أنا رجال ما طير تور، وانت جيراني وعزيز علي وإنسان خلوق وتحافظ على الطير، فأنا أخوي هذا الطير مو حلالي، ما دام مو حلالي الله وكيلك. وأنا ببغداد يعني أقول خاف ابني مثلا يفتح الباب مات البرج، شنت أنا مخليهن هنا، خاف يفتح الباب مال البرج ويطيرن وحرقة مات بعدين زحمة من يرجع الطير لأهله وما حد مخابر عليه. فالحمد لله والشكر يا شباب، الحمد لله والشكر على كل حال. هسه إن شاء الله نخابر راعيهن وما يكون خاطر إلا طيب. سهلة وداعتك سهلة. هسه بلكة الله يعني راعية يكون فاتح جهازه يكون مو مغلق من هالباب هذا على مود احنا نرتاح. طبعا والله الحمام كلش لقيته متأذي، يعني هاي الثلاث ايام لقيته متأذي والله كلش متأذي، والحمد لله والشكر يا شباب الحمد لله والشكر. طبعا خلنا نصعد فوق نشوف وضع الفوق. طبعا بادرت مبادرة، قلت لعله شوية ابني شوية يدير بال على طيوري من هالباب هذا، فأطيته كم طير عطيته كم طير سبحان الله. ذني نقدر نقول البنات العراقيات وبنات ذني الحمام التعبان اللي عند الداية، فعطيت هي هات تشوف يا صيرة. فهاي راح نسميها ان شاء الله، نطلق على اسمها الشلة التعبانة. هاي الشلة التعبانة تبقى هنا، ما عندنا شي حرامات.
طبعا هذا طالع عندي وهذا راح يرجع ان شاء الله. نشوف الابطال مالتنا شلونهم الشيعة. القوة عمي، السبعة الابطال، هاي السبعة اللي ان شاء الله قاومة الصيف وقاومة الشتاء وقاومة الامراض. صلاة على محمد وآل محمد. ها مروح لك ثلاثة والطيور ما مطيها اكل. ولا سقعت من النوم مطيهن والله بابا. ليش تشي بابا؟ ليش حبيب؟ شو مطيهن؟ شنو يعني هسه تطير مني اذا بروحه على جسمه؟ وانت طالب وعندك امتحانات ما اريد اول يعني اخليك على الطيور، اريدك تهتم بدراستك يا بابا. هيك تسوي بابا؟ ها؟ والله لوتي هسه عاشت لك على التنظيف. حلو تنظيفك حلو، بس ليش تشي؟ اعطيتني اكل؟ اي ايش تشي سرسر؟ ليش؟ راح شوف هاي الفرخة شلون شامرة من الجوع. هاي الشلة التعبانة يا شباب، انطلقت عليها الشلة التعبانة. خلنا نلتقط لهم صورة. يلا وقف وقف عدلة. اي عافية. صعد ثاني واكو بعد فرخات هم جوا، هم صعدتن خلصنا من عتن. وهذا البرج لك هذا. شلون ما كانسه؟ بعد كنسه ترتبه زين. اخت هاي الحبرية وين؟ هاي مال الولد سلام صاحبي. هاي اخته بعد هاي الحبرية. اكو اربعة. وين؟ ها؟ نزلت الجوة؟ ايه. لا. اريد حطيتها هناك. بعد عنده واحدة هم. يلا فدوة ها. شوف الخزرة ما شاء الله. انا هاي ابو جوزي. اي. الجوزي هذا راح واحد فيهم. يلا فدوة بابا فدوة. عادي رجع. رجعه؟ إذا هي فرخة شي رجعها. لوتي انت وطيورك ما محجلة. لوتي. تعال طلع على هذا الكرسي. يلا خلينا نظف هاي الأرضية. خلينا نظف الأرضية هاي بابا. يلا عيني نشوفكم بخير وتحياتي لكم. ومشاهدة ممتعة وحبينا نبلغكم ضربة هاي الطيرة فدوة. وبلغناكم على ذني الطيور اللي مكموشات. ان شاء الله راح نتصل براعيهن وبعدين ندمج الفيديو ويا هذا الفيديو ادمج لكم اياه. انا ما طبب طير غريب يا شباب على حمامي لان الطير الغريب بمرض، بس ذني لين امانة فحافظت عليهن قلت هنا افضل لي. كل الحب لكم ان شاء الله يا رب. تحيات وامتنان الجميع المتابعين. اهم فرخه. تعال 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 تعالوا لك وين رايح. تعال حتى ما منظف رجليها اصلا. الله اكبر. عاد انا قلت لك بابا خذهم. الله اكبر. وبلغناكم ان الفرخه بربع ذيل تطلع يا شباب. تصعد فوق على المحطات على المسرح، تصعد وتدشر بصوره صحيحه وترجع الدور لامهاتها خلال اسبوع على ما تكبر. بعدين هي من دل مكانها. واكو اكل بالقاع هم تلقط. يلا عيني. باي 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 باي.